طبعا زي ما حضراتكم شايفين وجود الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي كان متواجد في مقر الأهلي بالجزيرة وتابعوا أحداث اللقاء مع الأعضاء. يعني كنا نأمل أن منتخب مصر يحقق نتيجة إيجابية، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، وزي ما احنا شفنا مع كريم ومع محمد سعيد وآراء أعضاء النادي الأهلي وتابعنا، ودلوقتي كمان بنوري حضراتكم وبنستعرض وجود مجلس الإدارة ويعني مع الجمهور وهم بيتفرجوا على أحداث المباراة. أكيد طبعا كانت لفتة طيبة جدا من مجلس الإدارة على أساس أن هم يعني في حال وجود نتيجة إيجابية لمنتخب مصر أن هم يشاركوا الجمهور المصري وجمهور النادي الأهلي اللي بيساند وبيؤذي منتخب مصر من خلال متابعته لأحداث المباراة من فرع النادي الأهلي بالجزيرة. يعني كل التوفيق لمنتخب مصر أكيد في مباراته القادمة في مع منتخب السعودية وفي مشواره القادم. لسه مش عارفين بقى منتخب مصر إيه اللي هيحصل في القيادة الفنية الفترة الجاية.